تحياتي لكم مشاهدينا في كل مكان، ونتواجد معكم اليوم من ملعب حديقة الأمراء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق في تغطية مباشرة لهذا اللقاء، على أمل بأن تكون مواجهة ممتعة لكل الحاضرين والمتابعين، حيث سيكون فريق باريس سان جيرمان في مواجهة السيتيزنز مانشستر سيتي. بعد البداية القوية وتحقيق النقاط الثلاث في المباراة الأولى، أكيد المعنويات مرتفعة اليوم، ويريد الفريق الوصول للنقطة السادسة من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، تحقيق العلامة الكاملة مع بداية الموسم. أمال بيعدي فيها فرصة الآن، بينية قوية لكن لم تسفر عن شيء. ولا مع هالاند بيلعبها لوب، كرة بتعدي، قرار انضباطي من حكمة اللقاء بالعودة وإشارة بطاقة صفراء. يعاني مع كل كرة، أعتقد أن الإصابة واضحة على حركته في أرضية الملعب. كرة بتروح من البي اس جي. فودين يتغلب ويتخلص من الرقابة، مازال يحتفظ بالكرة، يلعب له كرة لوب خطيرة. أوهو، من فوق العارضة شالها، ممتاز حارس المرمى. ركنية تنفذ داخل ال 18، كرة بتتنفذ بطريقة استعراضية لكن بعيدة عن المرمى. شوف هذه الكرات، هذه اللعبات لا تنجح في كل مرة. مان سيتي يهاجم، هالاند وفيها خطورة، تصدي سليم من دون روما، ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. انظر إلى الضغط المميز، كرة قد تشكل خطورة، انقاذ رائع للتسديدة. ولا مع هالاند، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. هالاند، يا سلام، كاد أن يسجل هدفا رائعا. تتحول السيطرة للفريق الآخر، استغلال جيد للطرف من مانشستر سيتي. ولا مع جريليتش، جريليتش والفرصة، يا رب، كرة في العارضة، فرصة كبيرة ومحاولة خطيرة على المرمى للتقدم، لكن في الأخير تدخلت العارضة ومنعت كرة من هز الشباك. ليو ميسي، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. خطأ يحتسب لمصلحة باريس سان جيرمان. مقطوعة تمريرة فيراتي، كانت قريبة لكن التسلل موجود. ليونيل ميسي،
وصلت لحكيمي فرصة التقدم هنا. مستحيل هذا السيناريو، الفريق اللي يعاني يتقدم في المباراة، هدف أول يخطف الأضواء، يترك السيطرة للفريق الآخر ويسجل الأهداف. يستأنف اللقاء من جديد على تأخر مانشستر سيتي، فهل يعودون الآن سريعا؟ مساندة تصل الآن، فرصة التعادل بتضيع، كرة تخطئ المرمى، شوف المجهود في اللقطة الماضية، كادوا أن يصلوا وسيصلون إذا استمروا بهذه الطريقة. تمريرة سيئة بتروح مباشرة إلى الفريق الآخر. البي اس جي كما هو واضح من كان الطرف المسيطر والمستحوذ، لكن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، أحيانا تلجأ لترك الكرة لخصمك حتى يكون أمامك مساحات وفرص أكبر لتستغلها وتعرف كيف تنتصر، وهذا ما يفعل الفريق هنا اليوم. ماركينوس بيقطع الكرة، التمركز سيساعد كثيرا في استخلاص الكرة. اللاعب يخشى من الكرت الأصفر لأن عنده كرت أصفر سابق. هكذا تكون الانطلاقة نحو الثلث الهجومي. يتدخل ويبعدها إلى تماس. الشوط الأول يقترب من نهايته ومانشستر سيتي يتحمل عبء هذه الدقائق لأنه يتأخر في نتيجة المباراة. هل من الممكن العودة بهذا الهجوم السلبي؟ بالتأكيد لا، العيب واضح هنا ويحتاج المعالجة في الشوط الثاني، وهو استغلال الفرص مع تكثيف الضغط الهجومي حتى يتمكن من العودة. كرة بينية خلف المدافعين، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. حسمت الموقف، منعت الخطورة. دي بروين يتقدم لتقديم حلول هجومية. أوهو حلوة خطرة، ممتاز الاعتراض الآن. كرة تخرج من اللاعب بدون أي ضغط، الكرة كنترول يا كابتن. برناردو سيلفا، برناردو سيلفا، مستحيل الكرة في المرمى. يسجل مانشستر سيتي هدف تعديل الكفة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. دقيقتين إذن كوقت بدل ضايع. ووكر، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي ويصور. شوط أول ينتهي في هذه اللحظات هنا في ملعب انطلاقة الشوط الثاني هنا في ملعب الأمراء بباريس.
مانشستر سيتي يحاول استغلال الأطراف. كانت فرصة واحدة تنتهي بركلة مرمى في آخر المطاف. ألام مع فودين. خطرة عند فودين. الله على التألق. شوف البراعة. شوف النجاح في التصدي. روبن دياز. كرة خلفية لكن الكرة كانت بعيدة. شوف هذه الكرات تحتاج لدقة، تحتاج لمهارة، تحتاج لتنفيذ وتركيز عالي جدا حتى تصل للمرمى. اعتراض لتمريرة دي بروين. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. برناردو سيلفا. دوناروما طار ويدافع عن مرماه. تبديل الآن في صفوف البي اس جي. كيفن دي بروين بيلعبها في منطقة الجزاء. خطورة ما زالت مستمرة بعد إبعاد سيء. دي بروين بدون تعقيدات في الاعتراف. شاهدنا مستوى مميز من برناردو سيلفا في شوط المباراة الأول حتى الآن. قدم مردود طيب، نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط، وعاد بالمباراة إلى نقطة البداية. وتصويبة خطيرة. تصدي رائع هنا، ارتماء ناجح على الكرة، لم تكن كرة صعبة بالتأكيد. نجح في إبعاد الضربة الركنية. كايل ووكر. ينطلق الآن نحو العمق. ما زالت الخطورة هنا. دي بروين. ممتاز في التقدم، في اكتساب أرض في داخل مناطق المنافس. محاولة لاستعادة الكرة من خلال تطبيق الضغط العالي. ضاعت الكرة من ليونيل ميسي. مرت ساعة من عمر المباراة. تدخل في مكان خطير، قد نشاهد بطاقة حمراء. قرار سليم من حكمة هذا اللقاء. كارت أحمر بعد منع فرصة هدف محقق. ضاعت الكرة بعد التمريرة السيئة هنا. الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة. ستعود الكرة من ضربة مرمى. البي اس جي يجري تغيير في هذه اللحظة. رياض محرز. رياض محرز. يا الله، الهدف يأتي. النقص العددي يولد القوة. يسجلون، يتقدمون بالإرادة والعزيمة والإصرار على الفوز رغم كل الظروف. تنطلق المباراة مرة أخرى. النتيجة هدفين لهدف. استغلال جيد للطرف من مانشستر سيتي. عرضية لفودين. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة.
الآن يمكن الشعور بالأمان. هالاند، تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. تسديدة من ميسي، إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. ضاعت الكرة من السيتيزنز. امبابي، الفريق الباريسي يسجل. نشوف الكرة من جديد، نشاهد الهجوم، نشاهد كيف أتى الهدف عكس مجرى اللعب في الملعب. الإجابة بسيطة، استغلال الفرص أمام المرمى. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة. مانشستر سيتي يحاول استغلال أطراف. ممكن أن يأتي التقدم. يا رب، هدف يأتي والتقدم من نصيبهم الآن. النقص العددي لم يؤثر، يسجلون، يتقدمون. أي أجواء الآن، أي مسؤولية، أي روح، أي رغبة، أي إثارة. من كان يتوقع هذا السيناريو؟ أي دراما تحدث في اللحظات الأخيرة؟ بنسبة كبيرة انتهت الأمور. مع اقتراب المباراة من نهايتها يصبح ضيوف أقرب وأقرب لتحقيق الفوز اليوم. الصمود مهم في هذا التوقيت. دقائق الحسم الصعبة مشاهدين على كل الجماهير. مانشستر سيتي يريد الحفاظ على تقدمه في هذه الدقائق الأخيرة. التركيز مطلوب، الأخطاء ممنوعة، استغلال الفرص مهم جدا من أجل راحة هذه الجماهير في أي فرصة تأتي. ركنية في وقت متأخر، فرصة لتعزيز التقدم وقتل الوقت المتبقي. أوهو، أي فرصة ضاعت الآن. فرصة لتعزيز التقدم، فرصة. هدف الراحة في الوقت المتبقي، لكن أهدرها، لكن ضاعت بشكل غريب. نلعب الآن في الدقائق السبعة الأخيرة. ووكر، كايل ووكر، رياض محرز. ممتاز، استعادة للكرة ضمن الثلث الهجومي، والحارس يشتت الكرة في هذه اللحظات. هنا مع روبن دياز، كادت أن تضرب التسلل في هذه اللقطة. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. نقلات ممتازة باتجاه الهجوم، هذه قد تكون الله. هدف التعادل يأتي في اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية. اللاعب أطلق صافرته وسجل هذا الهدف.
الإعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، وجاء الإنهاء المثالي بعد ذلك من كرة قوية أرسلها إمبابي، لم يتردد في وضع الكرة بكل قوة، الكرة تستقر في الشباك. مان سيتي يحاول كسب المباراة في الدقائق الأخيرة. يا له من تدخل هنا لإنقاذ الفريق. الصافرة تنهي مجريات المباراة وتؤكد على نتيجة تعادل مانشستر سيتي اليوم.